بسم الله والابن والروح القدس اله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. اهلا بكم في حلقه جديده من اسرتي ايقونه في الكنيسه، ونحب المره دي يكون عن مفهوم بركات الغفران في الاسره. عندما يغفر كل واحد مننا للاخر، ايه النتائج اللي ناخدها؟ اول واعظم واهم نتيجه هي ان ربنا يغفر لي خطاياي. عندما اغفر لشريك حياتي ربنا يغفر لي خطاياي. ربنا يسوع قال مبدا مهم جدا نقراه في انجيل لوقا او انجيل متى او انجيل مرقس، يقول ان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا زلاتكم، وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر. هذا المبدا الاداه الشرط في هذه الايه، وزي ما بنصلي في ابانا الذي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا، فيها شرطيه. ان لم تغفروا انتم لا يغفر ابوكم الذي في السماوات ايضا زلاتكم. لو انا عايز ربنا يسامحني لابد ان اسامح الاخرين. كيف أقف أمام الله وأنا في قلبي عدم مغفرة؟ كيف أقف أمام الله وأنا في قلبي ضغينة على الآخر؟ بركة تانية من بركات الغفران أنه بيشفي الإنسان من الغضب الداخلي. الغضب الداخلي المحفوظ بدون مغفرة بيسبب انفعالات نفسية ممكن تأثر على أعصاب الإنسان وعلى نفسيته، حتى أنها ممكن تصل به إلى درجة المرض النفسي. وياما كثيرون يقعوا في شرك أو في شرك عدم المغفرة فيتألموا وتصير عندهم مشاعر كراهية ضد الآخرين ممكن تمتد إلى كل الناس. مغفرة الآخرين أيضا بتعطينا التحرر من هذا الأمر تماما، بتعطينا الفرح بنتائجه. عندما نغفر لبعض يبقى بنفرح بنتيجة هذا، تزداد المحبة وتنمو. مش ممكن المحبة دي زي زرعة ما كانتش تتحط في تربة صالحة ما تعرفش تنمو، فكيف تنمو المحبة في جو في عدم مغفرة؟ المغفرة للآخرين أيضا بتعطينا التخلص من الشوائب اللي ممكن تعكر سلامنا في الأسرة. المغفرة بعضنا البعض أيضا بتؤكد المحبة وتنميها، وبتدينا أننا عندما ننظر إلى بعضنا البعض تكون نظرتنا فيها إيجابية وفيها أيضا سلام وفيها مشاعر مفرحة. في الحياة الأسرية بين الزوجين لما يكون في مغفرة يكون في أيضا حتى فرح وسلام حتى في علاقتهم الزوجية، لأن هذه العلاقة مبنية على المحبة، وإن ما كانش المحبة فيها لا تثمر محبة روحية حقيقية في حياة الأسرة. الأسرة المسيحية لا تحيا بدون المغفرة والغفران، هذه الوصية الإلهية الضرورية في حياتنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.